فريكونس هي الهرتز. دونك هما ممثلين هنايا، دونك ديك التيلي مثل اللي قبيله هي، ممكن هنا ممكن من هنا لهنا ممكن من هنا لهنا، وحنا غادي دابا غندوزو لا غرونديور سويفون هي لا طونسيون ماكسيمال، وكنسموها ايضا بلامبليتود، الوسع بالعربيه. لامبليتود هو الوسع. ان شاء الله في السنه الثانيه بكالوريا غيكون عندنا واحد الدرس خاص بهذا لامبليتود هذا بواحد الطريقه مهمه جدا، غنشوفوها ان شاء الله. دونك لا طونسيون ماكسيمال لامبليتود كنوزو ليه اولا ب يو ماكس يو ام، كنوزو ليه ب يو ام من السنه ديالو وقيله راه باينه. دونك سي لا بلو غران فالور كو لا طونسيون فاريان بو بروند، يعني هي اكبر قيمه للتوتر الكهربائي اللي يمكن انه ياخذها. فبطبيعه الحال كتبان لنا هنايا بانه دونك هنايا ها هي القيمه ها هي، بالتالي هنا من هنا كيعطينا هذاك يو ام. نرد لبعد، لا تمشي نتايا تقول لي يو ام هي من هنا حتى لهنا، لا راه من يو ام يو ام يو ام، راه ماشي من هنا حتى لتحت، يعني ماشي من القيمة حتى من القيمة القصوى حتى القيمة الدنيا، لا هي من القيمة القصوى حتى اللاكس. ولا انايا معطانيش ما عنديش مثلا انايا هاد هاد سميتو هاد هاد المحور هذا اللي كاين في الوسط، ما عنديش مثلا ما تعطاش ليا اولا مثلا ديك الصوره مثلا ما بيناش، غندير واحد القضيه زوينه هي انني غنحسب انايا من الفوق حتى لتحت وغنقسمو على جوج. سي بون نحسب من الفوق حتى لتحت وغنقسمو على جوج، عند هنايا من هنا لهنا كيساوي كذلك من هذا البلاصه حتى القيمه الدنيا. سي بون دونك بما انه توتر فهو الوحده ديالو دونك سون يونيتي دون لو سيستيم انترناسيونال اي فولت، وطبيعه الحال في. دونك نتمنى انكم تولوا تعرفوا دابا ديتيرميني ولا لا طونسيون ماكسيمال. دونك هو انا يعطيكم هاد لا غومارك اللي قلت قبيله، لا طونسيون افيكاس. هنايا بلا دونك لا طونسيون افيكاس، لا طونسيون افيكاس هو اللي تنسمو حنايا ب التوتر الفعال. سي بون هو التوتر الفعال. Donc la tension efficace d'une tension alternative sinusoidale est donnée par la relation UE égale UM sur la racine carrée de 2. C'est bon ? Il y a une niche non. Had tawattur hada qui est très bien. ولكن عنده واحد القيمة يسمى بقيمة فعالة. امتى كنتحصلوا على هذه القيمة الفعالة؟ ملي تنمشيو النيشان ديريكتومون وتنربطوه بالفولت متر، يعني الفولت متر تنربطوه وتعطينا النيشان القيمه الفعاله اللي خدامه تما، القيمه الفعاله. سي بون دونك هذيك القيمه الفعاله اش كتساوي الا ما نقصناش بالتوتر، وعندنا مثلا حنايا باستعمال راسين التذبذب نهضروا عليه من بعد. دونك غادي ناخذوا هذيك القيمه القصوى وغنقسموها على جذر جوج وغتعطينا لا طونسيون افيكاس. سي بون par exemple مثلا في الديور عندنا مثلا فلا لا طونسيون افيكاس هي 220 فولت، ياك بالنسبه لدوك الماغن الصغار وبالنسبه لبعض الماغن الكبار كتكون 230 فولت. سي بون شحال مثلا كتسمع هذا عنده مكانه كبيره، يعني كونتور ديال الضوء، هذا عنده كونتور كبير وهذا عنده كونتور صغير الى اخره. دونك 220 فولت هي اللي كتكون في اغلب ديال الديور عندنا في المغرب. سي بون دونك عقلوا اذا بان الرمز ديالها هي يو او كتساوي يو ام سيغ لا غاسين كاري دو دو. دونك هاد العلاقة راه مهمة، وكذلك ممكن نلقاو من هنا يو ام. دونك راه يو ام اش كتساوي، دونك يو ام راه كتساوي دونك لا غاسين دو دو فوا يو او. سي بون دونك عقلو هاد العلاقة هادي اللي عندنا في الدرس. دونك غندوزو لو سيليسكوب اللي هو راسم التذبذب، راسم التذبذب. ما عنديش التصويره ديالو هنايا وما جمعتيهاش، نحاول دونك لو سيليسكوب بيرميتون دو فيزواليزي اي دو ميزوري لا طونسيون الكتريك. يعني ماذا هذا راسم التذبذب؟ ماشي غير يمكن انا نقيسو التيار الكهربائي، يمكن اننا نشوفه. سي بون
وبالعكس مثلا ديال الفولت متر، الفولت متر فقط كيعطينا القيمه ديال التوتر، بينما لو تيليسكوب كيعطينا اننا نشوفوا هذاك التوتر، نشوفوا كي داير شنو النوع ديالو سي بون. وباستعمال هذا لو تيليسكوب هذا ممكن بالتالي كما شفنا في الصور اللي قبل ان نلقاو دي اللي هو لا بيريود، ممكن نلقاو كذلك لا تونسيون ماكسيمال باستعمال هاد جوج العلاقات هادو. وكجوج العلاقات هادو مهمين بحيث ان ديك تي كتساوي اس اكس فوا اكس، دونك اس اكس اي لا سونسيبيليتي اوريزونتال، بعد خاطر نسميوها اس اس اش سي بون ماشي مشكل. دونك اس اكس لا سونسيبيليتي اوريزونتال او بيان لا فيتيس دو بالاياج اللي هي سرعه الكسح، بالعربيه تسمى سرعه الكسح، او احسن حاجه هي ما يسمى بالحساسيه الافقيه لا سونسيبيليتي اوريزونتال. دونك اش كنقصد، واخا نقرا التعريف وغنرجع للمثال باش نفهموا اكثر. دونك لا تونسيون ماكسيمال يو ام ديتيرميني بار لا رولاسيون، دونك يو ام ايغال اس اي فوا اي ام. دونك الا كانت لا سونسيبيليتي اوريزونتال هي اس اكس، بيان سور اس اي سي لا سونسيبيليتي فيرتيكال اللي هي الحساسيه الراسيه. دونك الحساسيه الافقيه الوحده ديالها هي السكوند على الديفيزيون، الديفيزيون هي التربيعه او التدريجه. لا سونسيبيليتي فيرتيكال بالفولت على ديفيزيون، يعني بالفولت على التربيعه. وهنا لا سونسيبيليتي سواء اوريزونتال سواء فيرتيكال هي شحال ديال لي ديفيزيون سي بون. دونك كومبيان لا هنا تعريف اخر. دونك هنا اكس دو اي ام لو نومبر دي ديفيزيون كوريسبوندون ا لا بيريود ديفيزيون بار ديفيزيون طبيعي الحال. دونك هذا ما تهمناش، غنرجع للشكل ديالنا. دونك مزيان ردوا معايا البال هنايا، غندير واحد المثال بيني وبينكم، غندير لكم واحد المثال هنايا ونخليو من هاد الاحمر. دونك حنايا باغي نحدو هاد التي هذا سي بون. دونك انا نكتب هاد الفوق هنايا مخصص الكتابه ديال هاد الشيء اللي غنديرو. دونك حنايا يلاه قلنا العلاقه ان التي كتساوي اس اكس مضروبه في اكس. مزيان اسيدي، انا قلت لك بان اس اكس في هاد الحاله هادي للإشارة فرا إس إكس الثمن اللي كتعطانا، وبالنسبة لنا إلا كنا كنستعملو سميتو الرسم التذبذب فرا هي كنضبطوها وكنختاروها كيما بغينا. دونك اختارينا مثلا بأنها تتساوي مثلا صفر فاصلة صفر واحد سكوند بار ديفيزيون، يعني كل تدريجة هنايا كنقصد انا تدريجة كبيرة، كل تدريجة كبيرة كتمثل 0.01 سكوند بار ديفيزيون. مزيان اسيدي، اجي دابا نتا او لا جينتي وحسب ليا دونك اكس هو لو نومبر دو ديفيزيون، يعني شحال من ديفيزيون كاينة ما بين طبيعة الحال اللي كاينة ما بين كل بيريود سي دي خوا. دونك هنايا تي هو من هاد البلاصة هادي حتى هاد البلاصة هادي، دونك كدير نتا واحد الاسقاط باغ اكزومبل نقول لكم صحيح هاد النقطة هادي مع هاد النقطة هادي تقريبا. دونك هنايا خصك تحسب شحال من تدريجة. دونك هنايا عندنا شحال من تدريجة، دونك عندنا واحد جوج هما جوج كبار، وعندنا هنايا هادي خاصها واحد تدريجة صغيرة هي اللي كاينة هنايا، بالتالي غنحسبو بأنه كاين عندنا ثلاثة ديال التدريجات، بالتالي إكس في هاد الحالة هادي كيساوي ثلاثة. دونك اكس كيساوي هنايا لقيناها كيساوي 3 درجات و ديفيزيون. دونك كيساوي 3 درجات، اذا غنحسب اذا 0 فاصلة 0 واحد واحد مضروبة في 3 غتعطينا 0.03 سكوند. طبيعة الحال هنايا الوحدة سكوند مع على ديفيزيون، غتمشي ديفيزيون غتمشي ديفيزيون مع ديفيزيون باش تبقى لك سكوند. دونك هذا تطبيق بالنسبة مثلا باش نلقاو شحال كتساوي تي. دابا بغينا نلقاو شحال كيساوي يو ام. دونك قلنا لكم هنايا مثلا قال لك اسيدي في هاد الحالة هادي بأن يو ام
كتساوي 2 فولت ف ماشي بي ان ماشي ان هي اللي بنلقاوها عطاونا هنايا بانه اس اغريغس كتساوي 2 فولت بار ديفيزيون. يعني ماذا؟ يعني ان كل تدريجه راسيه كتمثل 2 فولت. كل تدريجه راسيه كتمثل 2 فولت. يعني ماذا؟ نجيو نكتبوا العلاقه الاساسيه ان يو ام كتساوي اس ايغريك مضروبه في ايغريك. ايغريك هو عدد الدرجات الراسيه، اكس هو عدد الدرجات الافقيه، وايغريك هو عدد الدرجات الراسيه. اذا غنمشيو نحسبوا نلقاو ماشي نحسبوا فقط غير نحددوا ايغريك شحال كيساوي. دونك لاحظوا معايا ان يو ام حددها من هنايا حتى لهنا، بالتالي شحال من درجه كاين هنا؟ كاينين جوج ديال الدرجات. اذا غنحسبوا كتساوي اذا جوج درجات مضروبه بالحساسيه الراسيه اللي هي جوج. اذا في هذه الحاله هذه يو ام كتساوي 4 فولت، وكتمشي طبيعه الحال ديما ديفيزيون مع ديفيزيون، هذا الفوق هذا التحت كيمشيو بعضياتهم، وكتبقى لك في هذه الحاله هذه 4 فولت. اتمنى انني شرحت لكم ما في الكفايه باش تفهموا كيفاش تلقاو التي وكيفاش كتلقى يو ام. بالتالي في هذه الحاله هذه ردوا البال. الى جينا مثلا سؤال اخر قال لنا مثلا احسب ليا، اتمنى انني ما كنخربقش بزاف جا قال لك سيدي بانه بغى يحسب جا قال لك بيحسب يو او العلاقة. يلا يلا دوينا على قبيلة بأن يو ام يو او يو او كتساوي يو ام على جذر جوج. بالتالي غنديرو إذا يو او كتساوي يو ام على جذر جوج، بالتالي غتساوي في هذه الحالة هذه 4 على جذر جوج. بالتالي إذا شحال غتساوينا؟ دونك إلا حسبنا هذه دونك جوج 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 لقينا جوج سي بون. دونك ممكن غير ولا نخليوها 4 على جذر جوج، ولا نمشيو نحسبها بالان مكان الحساب وتعطينا شحال كتساوي بالضبط. سي بون. دونك بالتالي ها حنا حسبنا كذلك لا طونسيون افيكاس التوتر الفعال. دونك اخر حاجه غنديو عليها هي بعض الامثله دونك اوتر طونسيون فا فاريا. دونك هادو امثله فقط ردوا لهم البال، يعني ماشي ضروري انه يكون ماشي ضروري انه يكون سينيسيدال يعني جايبي. ممكن يكون هنايا مثلا ريكتونغولار يعني عباره عن سميتو مثلا هنايا مربع او لا مستطيل، في الحاله هذا مربع سي بون، فهو مربعي توتر مربعي. ممكن يكون تريونغولار استدير يكون مثلثي في هذه الحاله هذه بحال هكا سي بون. دونك هذا فقط يوجد الامثله مثلا لبعض التوترات المتغيره. دونك الى هنا غتكون سالات الحصه وسال الدرس ديال لا طونسيون الكتريك. دونك عندكم شي سؤال ممكن انكم تطرحوه في لي كومونتير، دونك ونشوفكم في التمارين ان شاء الله. دونك السلام عليكم، نشوفكم مره اخرى.